للحديث عن ملف الحديدة واتفاق ستوكهولم وما أنجز منه ينضم إلي عبر الهاتف محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر. دكتور، يسأل مواطن وحق له أن يسأل، 100 يوم على اتفاق السويد، ما الذي أنجز منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءك بالخير. الحقيقة 100 يوم من الخراب والدمار والقتل والتشريد لأبناء محافظة الحديدة فقط لا غير. أما من ناحية الاتفاقية لم يحرز أي تقدم فيها نهائيا، بل كثر التمترس والتخندق للحوثيين واشتد عودهم داخل الحديدة وزادت أذيتهم للمديريات التحيتة وحيس والدريهمي يوميا قتل للمدنيين. هذا ما تم في دكتور الحسن، أنت تقول ما تم خلال 100 يوم خراب ودمار وقتل من قبل الميليشيات للمدنيين، إذا مع كل هذه الجرائم ما الذي يدفع الحكومة للبقاء في هذا الاتفاق والمحافظة عليه؟ أنت تعرف أخي العزيز أن الحكومة هي طبعا كما نقول دائما نقول أنها ضمن منظومة دولية، وهي أيضا هي والإخوة. كيف ضمن منظومة دولية دكتور حسن؟ يعني لهم ارتباطاتنا، وخي لا يقال أنهم أيضا دعاة حرب، نحاول وتنازلناك في كل مرة يحصل تنازل، ولكن في كل مرة يشتد يعني تعنت الحوثيين ويشتد بغيهم. أنا لا أبرر هنا للحكومة ولا أبرر لغير الحكومة، لكن حقيقة أن الأمر مخزي للغاية، ولا بد من وضع حد لهذه المهزلة. كيف يمكن وضع حد لهذه المهزلة؟ السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللاعبي. لكن هذا السيف مقيد ومكبل بالقرار السياسي والموقع باتفاق السويد. لكل شيء حدود، يعني طبعا مهما كان الصبر سيأتي يوم ينفذ، والعالم كله الآن اتضح له حقيقة تعنت هذه الفئة وأنها هي المعرقلة. لكن لا أدري لماذا هذا التغافل، ولا أدري لماذا هذا التدليل من الراعين للاتفاقية والراعين للسلام في اليمن، سواء كانت مجلس أمن أمم المتحدة أو الدول الغربية. الحكومة اليمنية كانت قد بعثت برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة، هل من جواب على هذه الرسالة ومعلومات لديك حول التصرفات من قبل مبعوث الأمم المتحدة في اليمن؟ وأيضا إلى الآن طبعا إلى الآن لا يوجد حق رد رسمي وصلنا، لكن لابد طبعا من رد، ومهما كان ردهم ومهما كان تبريرهم فالأمر واضح، وسنرد على، وأكيد أن الحكومة لابد أن ترد على ردهم بوقائع. كيف لابد من تحرك سياسي، لابد من تحرك سياسي للحكومة، تحرك كبير، وللأخوة في التحالف بقيادة أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين هم معنا في خندق واحد. كيف ترى الأفق أنت دكتور الحسن طاهر؟ للأسف الشديد أرى غيوم، وأرى طبعا حقيقة ظلام دامس، هذا مؤكد، لكن الأفق سينفرج يوم من الأيام في منتصفه إن شاء الله، وينبلج من خلال زمجرة. لماذا وافقت الحكومة على تمديد، ربما المفاوضات كانت مزمنة، وهذا ربما كانت النقطة الإيجابية التي رأى فيها الكثير من المراقبين وحتى المحللين، أن اتفاق ستوكهولم كان النقطة المضيئة فيه أنه مزمن، أي أنه في 20 يناير هو كان موعد انسحاب الميليشيات الحوثية خارج مدينة الحديدة، فلماذا تنازل الجانب الحكومي عن هذه النقطة وعن التزمين بالتحديد؟ هو للأسف طبعا للأسف التنازل لم يكن موفقا، إنما كان طبعا هو لإتاحة فرصة للسلام حقيقة، لإتاحة فرصة لتجريب المدينة ولاة الحرب وإعطاء فرصة للسلام.
لكنه ترجمة خاطئة من قبل الأطراف الأخرى ومن قبل الراعين، فاستمرأوا في الأمر، وأصبح كل يوم وهم في شروط، وكل يوم في نقاط جديدة، وكل يوم في يعني بغي وعتو. طبقا لمعلومات صحفية غربية دكتور الحسن، أن الأمم المتحدة طبعا طولت أو مددت الاتفاق أن يكون خلال 6 أشهر، الآن هناك خطة من قبل الأمم المتحدة أن يكون لمدة 3 سنوات. هذا أمر بيوت بليل، وأمر واضح 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 ما وراءه، واضح ما وراءه. إذا قبلناه فنحن نقبل بقوات حفظ السلام. الدكتور الحسن طاهر، محافظ محافظة الحديدة، شكرا جزيلا لك.